بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأتحدث عن استخدام الدالة النصية split. الدالة النصية split تستخدم لتجزئة نص إلى مجموعة من العناصر أي عناصر قائمة. The split method breaks up string at a specified separator and returns a list of strings. أي بتقسم النص الأصلي إلى مجموعة من العناصر في شكل قائمة حسب فاصل محدد اللي بنسميه specified separator. نستخدم مثال لتوضيح دالة split. أفتح هنا متغير مثلا وليكن اسمه text يساوي واكتب بداخله السلسلة النصية التالية مثلا python is a fun programming language. اكتب في السطر الثاني print اضع عليها المتغير النصي text dot split معناها جزأ النص الاصلي التالي واخد quotation mark انا هجزأ النص الاصلي هنا على حسب المسافات الفارغة اضرب من مصدر المسافات اخد مسافة واحدة داخل الكوتيشن مارك معناها المسافة الوحيدة ان انا هستخدم المسافات السبيس الموجودة بين كل كلمة واخرى داخل النص الاصلي كليك ران ونرى النتيجة كتب لي بايثون اول element او اول عنصر من القائمة is ثاني عنصر a ثالث عنصر fun رابع عنصر programming خامس عنصر language ده سادس عنصر إذن هو قام بعملية تجزئة السلسلة النصية اللي كتبتها في المتغير text إلى قائمة من العناصر ماذا يحدث لو كتب فاصل غير موجود داخل هذه السلسلة النصية يعني مثلا أنا هكتب الفاصل مثلا separator هنا كله كليك run ونرى النتيجة كتب لي Python is a fun programming language هنا ك one element كعنصر واحد فقط لماذا؟ لأنه لم يجد هنا separator الفاصل داخل هذه السلسلة النصية وبالتالي لم يجزئ النص إلى مجموعة من عناصر قائمة سنرى مثال آخر لاستخدام separator من نوعية أخرى نمسح نكتب مثل متغير النصي grocery يساوي واكتب مثلا milk فاصلة bread فاصلة sugar فاصلة او كومة oil كومة cheese كومة butter ده السترينج الاصلي في السطر الثاني اكتب print اطبع واكتب المتغير النصي اللي انا كتبته grocery dot split قم بتقسيم النص الاصلي وquotation mark واستخدم هنا separator كومة كليك run نرى النتيجة كتب لي هنا قائمة اول عنصر من القائمة هنا milk وضعه هنا كالعنصر رقم واحد bread العنصر الثاني sugar العنصر الثالث oil العنصر الرابع cheese العنصر الخامس butter العنصر السادس هنا قام بعملية تجزئة النص الأصلي إلى مجموعة من العناصر على حسب السيبريتور اللي أنا أخدته هنا السيبريتور هنا كان أو الفاصل هنا كان الكومة وليست مسافة فارغة إذن ممكن أنوع من السيبريتور على حسب ما أرغب يعني مثلا لو أنا عايز أجزأ النص الأصلي على حسب مسافة فارغة باخد هنا بين الكوتيشن مارك سبيس مسافة فارغة أما لو كانت كومة أو سيمي كولو أو أي رمز أو أي حرف موجود عندي أضعه هنا في السبريت هذا هو المعامل الأول من split method هناك أيضا معامل ثاني وهو اسمه الماكس split باخد كومة هنا واكتب مثلا واحد الماكس سبليت وضعته هنا له قيمة
طبعا لازم تكون القيمة انتجر رقم صحيح، وضعت له هنا القيمة واحد، معنى أقسم السلسلة النصية هنا عنصر واحد فقط، أريد العنصر الأول. كليك ران ونرى النتيجة. قام بتقسيم العنصر هنا الأول ميلك كأول عنصر، وضم بريد مع شوجر مع أويل مع تشيز مع بدر كله في سلسلة واحدة، أي في نص واحد في عنصر ثاني، وأخذ العنصر الأول فقط. لو غيرت هنا واحد باتنين الماكس لينس أصبح اتنين، يعني أقصى تقسيم للسلسلة النصية أنا عايز عنصرين هنا. كليك على ران نرى النتيجة. كتب هنا ميلك كعنصر أول، بريد عنصر ثاني، وضم هنا شوجر مع أويل مع تشيز مع بدر كعنصر ثالث، لكن هنا قسم ليا الماكس لينس عندي اتنين فقط. لو كتبت هنا لو غيرت الماكس لينس بدل اتنين اكتب تلاتة، نضغط كليك على ران نرى النتيجة. هنا قسم الى ميلك ادا الاليمنت نمبر 1، بريد الاليمنت نمبر 2، شوجر الاليمنت العنصر رقم 3، اويل هنا ضمها مع تشيز مع بدر مع جعلها سلسلة مع بعض. لو كتبت هنا 4 كليك ران سيأتي لي الناتج هنا بأربع عناصر، ميلك بريد شوجر أويل وضم تشيز مع بدر. ماذا يحدث لو أنا حذفت هنا المعامل الثاني اللي هو الخاص بالباكس لينس؟ أضغط كليك مع ران، بيقوم بتقسيم النص الأصلي على حسب هنا الكومة الموجودة. طيب ماذا يحدث لو أنا غيرت الكومة في أجزاء تانية من النص؟ يعني بدل الكومة هنا وضعت سيبريتور مثلا هنا كولو، وفي التانية هنا سيمي كولو، أصبح عندي هنا ثلاث سيبريتور، سيبريتور هنا بالكومة، سيبريتور هنا بالكولو، سيبريتور هنا بالسيمي كولو. كليك ران ونرى النتيجة. هنا أقسم هنا على حسب السيبريتور اللي أنا حددته هنا في السبليت ميثود وهو الكوما فقط. عمل لي ميلك الأول بريد شوجر وضم أويل مع تشيز مع بدر، يبقى نعرف هنا إنه هيلتزم بالسيبريتور اللي أنا حددته، وبيعتبر بيتجاهل هنا السيبريتور التاني. طبعا إحنا بنستخدم الكلام ده في تحويل جداول أو تحويل قوائم إلى شكل نص أو نص إلى قوائم، فلازم هنا أحدد النص الذي سأستخدمه أو الفاصل الذي سأستخدمه في تجزئة الجملة الأصلية. ومن هنا نعرف إن دالة split بتاخد معاملين، split بتاخد المعامل الأول وهو separator أي الفاصل، وهو ممكن يكون حرف من الأحرف الخاصة أو حرف بيرمز للفاصل بين كل كلمة أخرى أو كل عبارة أخرى أو نص وآخر، يعني مش شرط أن هي تكون كلمة. أما المعامل الثاني وهو الماكس سبليت، وهو أقصى عدد لتقسيم النص إلى قائمة أو عناصر من القائمة. ده كان بالنسبة لتوضيح دالة سبليت النصية التي تستخدم في تجزئة النص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.